يعني مدني دي مدينه مشهوره بانها في 1903 كان فيها اول معرض للزهور. قطعوا الباميه دي، قطعوا الزهره بتاعتي اللي انا بحبها. مدني طبعا اساسا اتاسست بصوره روحيه. واد مدني معروفه بالضيافه ومعروفه بالكرم ومعروفه بالعلم. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى. فجابوا داير يتخلصوا مني ويوم قالوا لابو السباع ده هيدفع الله يخصم معك الزول ده السينما. ساكنين السينما، لكن ساكنين السينما وتاني ما رجعت خالص، تاني بقيت البيت ما عندي سينما. كذبتهم، قلت لهم جيبوا جونا، جيبوا جونا. بنتم الناس كلها بتريد من النبي. محمد السنة دفع الله عثمان من مواليد مدني. ومدني طبعا مدينة عجيبة، مدني مدينة الجمال، عشان كده يسموها مدني الجمال. مدني طبعا اساسا اتأسست بصورة روحية، يعني محمد مدني السني لما جاء اسس المدينة دي كانت عبارة عن غابة. الغابة دي قام نظف جزء منها وعمل خلوة بتاعته، والناس ابتدوا يتوافدوا من كل السودان يتوافدوا عليه عشان يستزيدوا من العلم ومعرفته. محمد مدني السني وسموه بالسني مخصوص لأنه يلتزم السنة في كل تصرفاته. فالراجل ده الناس جو بالأذكار بالمديح بالمدايح الجميلة، فكانت كلها عبارة عن ألحان وأغاني وروح ضامة كل الناس دي. ومدني بقت مؤسسة بالصورة دي، يعني نحن قمنا فيها ما بنعرف قبائل، ما بنعرف اتجاهات، ما بنعرف أي حاجة، بنعرف إنه كل الناس دي الأخوان. وانا ده شخصيا ما عرفت انه جيراني ده جنوس شنو الا بعد وصلت الجامعه، ودي كانت حاجه غريبه جدا. فكنت لما الناس يقول لي يا اخي ده من الشماليه، ده من كده، ده من، بقول لهم مدني، بس مدني فيها ناس من الشماليه وفيها ناس من الغرب والشرق والجنوب، لكن متعايشين تماما. فمدني غرزت فينا حاجات جميله جدا. يعني مدني دي مدينة مشهورة بأنها في 1903 كان فيها أول معرض للزهور، وهذا المعرض مستمر لحد الليلة. جمعية البساتين اللي كان فيها أولاد خان مع الخواجات اللي أسسوها أولاده لحد حسي في الجمعية بتاعت البساتين نفسها، وفيها ناس كثيرين جدا. وأنا بتذكر أنه نحن بيوتنا كان بتنزل في المسابقة دي، في مسابقة في الحديقة الكبيرة للمعرض بتاع الزهور، وفي مسابقة للمنازل، اللجنة بتطوف على المنازل تشوف أجمل حديقة. فكانت البيوت بتاعت الموظفين وكبار الموظفين كانت فيها حديقة أمامية وحديقة خلفية، باك يارد وفرونت يارد. الحديقة الأمامية كلها
كلها ورود ونجيلة جميلة جدا وأزهار. والحديقة الخلفية بيزرعوا فيها الأكل، بيزرعوا فيها الخضار، بيزرعوا فيها الحاجات اللي بتاكل. فأنا بتذكر واحدة من الحاجات اللي لا أنساها إنه كنت بحب الزهرة بتاعت البامية، زهرة صفراء جميلة كده. فجو يوم جو ناس مفتشين بتاع الزراعة قالوا لازم يقلعوا أي بامية زارعينها ناس في البيوت لأنها بتولي الذبابة بتأثر على القطن فيه. نحن طبعا في مدن جزيرة، فقطعوا البامية دي، قطعوا الزهرة بتاعتي اللي أنا بحبها. أنا كان ما شايف لي بامية ولا ملاحويكة قدامي، أنا شايف زهرة صفراء جميلة بتموت قدامي. ليه؟ عشان في ذبابة بتجي لافة. وكنت مستغرب جدا، الذبابة شنو يا أخي؟ الزهور دي بتلم النحل، ما بتلم الذباب. فالواحد من خلال يعني حياته في مدني، طفولته في مدني، اتعلم الجمال، الحياة لازم تشوف الحياة جميلة. مش عشان أنا ود مدينة وكده، لا، لأنه الحياة اللي حولك كلك بتقودك لده. حتى في المدرسة، نحن درسنا في زمن المدرسة كانت فيه غير، يعني نحن كان عندنا 3 حصص بتاعت فن. حسي المدارس ما فيها ولا نشاط لا صف خليه من انه يكون فيها حصص بتاعت فنون. يعني كان عندنا حصة بتاعت فنون بتاعت رسم، ترسم فيها بألوان بالقلم الرصاص، بتتعلم الرسم وبترسم بألوان الخشبية وبألوان القواش، أو الألوان الشمعية ألوان القماش دي أنا تاني ما شفتها إلا في كلية الفنون الجميلة. دي كانت بتكون في المخزن موجود بتاع المدرسة، اللي هي مدرسة في تاني مدينة في السودان، مش في العاصمة، في مدني، في السكة حديدة الغربية اللي درست فيها الابتدائي. الحصة دي بتاعت اللون دي بنشتغل عليها. الحصة الثانية بتاعت الأعمال اللي هي كان بيسموها أعمال، كانت عبارة عن الفراش ربنا يعني يرحمه مع عمي محمد، كان بيعمل لنا ملطم بتاع طين ورملة وخدتها لنا كبيرة في تحت الشجرة في الحوش. نطلع كلنا نشيل الطين ده نبتدي نعمل أعمال، نعمل تماثيل وننحت بقر وناس، يعني كان بيشتغل. دي حصة براءة. الحصة الثالثة الحين حصة بتستعمل فيها الألواح الأردواس، ودي بيعملوا لك للرسم وللخط. فبالتالي جيلنا معظم جيلنا ده طلعوا ناس خطاطين ولهم علاقة بالرسم. فالحكاية بقت يعني بتشربنا حاجات فنون كثيرة. لما جينا عملناها في التمثيل بقت حكاية سهلة. يعني ليه؟ لأنه انت الحياة دي شايفة حولك وبتتعامل معها بعفوية وتلقائية، وما بتعرف انها هي بدون ما تشعر هي بتنغرس جواك وبتحولك لزول مش حساس ولا شفاف ولا كده، لكن بتحولك لزول بيستقبل الجمال بصورة طبيعية. من الحياة الساعدة الثانية انه انا والدي كان شغال في السينما، شغال في السينما بالمسرح، وبالنهار شغال في جزيرة بورد، مراغم مالي كبير كده ربنا يرحمه ويغفر له. ووالدتي شغالة زائرة صحية وقابلة ومديرة مركز رعاية الأمومة في إشتاق البوليس بتاع مدينة. ولكن كان عندها حاجات بتتميز بها، كانت بتتميز بينها رسامة جدا جدا، وبعدين بتعمل الكنفة، بتعمل النسيج، بتعمل الحاجات كلها فيها لها علاقة بالجمال. عشان كده نحن بيتنا ما كان فيه وصف الصورة بتاعت الطفل الباكي ده، كان كله معلق فيه كنفة دي رسومات مخرمة بتاعت مناظر طبيعية متنوعة وبيملوها بالحرير. فكانت بتكون وبعدين المناظر دي بتتغير، عشان كده بيجينا لنا علاقة بالرسم والحياة الجميلة دي كلها كانت مكوناتي. لكن المكون الحقيقي انه انا لما سألني ابوي السينما اول مره في حياتي، كنت بالمناسبه انا احس هادي طبعا صح، يعني زول هادي كده وظريف وكده، انا كنت شقي جدا جدا في طفولتي، كنت شقي خالص. فقاموا داروا يتخلصوا مني بيوم، قالوا لابو السباع ده هيدفع الله يخصم معك الزول ده السينما، فسألني السينما.
لكن سجن السينما وتاني ما رجعت خالص، تاني بقيت البيت ما عندي طريقة معه. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاويا، ليه طينك وليه أرضك كلك والقمر الفوق سوحك ضاويا، البلد المعف منك اتنين والناس كلها مساوية، لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بيك، وأنا شايفك من أجمل زاوية. أجمل زاوية.